من ضمن المخالفات اللي انتم كتبتوها الامتناع عن ابراز بطاقه الهويه، وانتم ما انتم حاطين غرامه ماليه، انتم حاطين انه اذا ما ابرزها رفض تقديم الخدمه، الانزال من على متن الوسيله، واحاله المخالف الى الشرطه. وضح لنا التفاصيل. بكل تاكيد مثل ما هناك شرطات والتزامات على وحقوق للمستفيدين من استخدام وسائل النقل العام، هناك أيضا حقوق والتزامات للشركات المشغلة والناقلة والمستثمرة في قطاع النقل، فيجب على الشخص إبراز هويته والتعريف بنفسه سواء من خلال الهوية الوطنية أو من خلال الإقامة أو من خلال تذكرة يكون فيها اسمه وبياناته، لأن هناك مثلا تذاكر مخفضة لفئات معينة سواء لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو حتى للأطفال، فمثلا للحصول على هذه التذاكر المخفضة يستلزم على الشخص إبراز هويته والتعريف بنفسه، فعدم إبراز الهوية سيوجب أيضا مخالفات أخرى. يعني الهوية قد تطلب أحيانا من الركاب، ولا أنتم تقصدون أنه كل واحد بيطلع الحافلة مثلا أو الوسيلة النقل يبرز هويته مطلوب منه إلزاما؟ بكل تأكيد اليوم إثبات الهوية، وأصبح اليوم مع وجود الخدمات الإلكترونية سهل جدا شخص أنه يعرف عن نفسه عن طريق تطبيقات مثل تطبيق توكلنا، وأيضا خاصة في استخدام وسائل النقل بين المدن توجب هذا إثبات هوية الشخص.